بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني التلاميذ المستوى الأولى باك والثانية باك، نرحب بكم في هذا الإكزرسيس اللي من خلاله غادي نشوفوا أو الضغط ديال المتتاليات العددية لسويت نيميريك. هذا الضغط غنشوفوه أول مرة، هو ضغط يعني ساهل بزاف، غير كملاحظة كاين بعض التلاميذ اللي كيضغطين الضغط يعني عارفين مزيان يعطى أي تمرين كيخرجوا، ولكن ملي كنقول له أعطيني شي متتالية عددية من عندك، أعطيني شي إن سويت نيميريك، فما كيعرفهاش وما كيعرفش يعني فين كنحتاجوا هاد المتتاليات في الحياه اليوميه ديالنا، يعني واحد القواعد عارفهم كيخرج بهم. اذا حنا اليوم باش نعرفوا شنو هي المتتاليات العدديه لي سويت نيميريك، اذا قلت لكم عطوني شي متتاليه، يعني انت كتلميذ عطيني من عندك شي متتاليه عدديه. ملي كتقول متتاليه يعني شي حاجه تلو الاخرى، يعني شي عدد متتابعه. ملي كنهضر على عدد متتاليه خصنا نعرف الحد الاول بخوميييغ تيرم، بخوميييغ تيرم الحد الاول، ثم الحد الاخير، يعني مثلا انيام تيرم الحد الاخير مثلا، وكاين الاساس لا ريزون، الاساس لا ريزون. الا عندي هادو هي الثلاثه بروميير تيرم لا ريزون و انيام تيرم، هنا كنهضروا على متتاليه. غنشوفوا في الاول، غنشوف الاول لا سويت نيم اريثميتيك، كاينه لا سويت اريثميتيك وكاينه جيومتريك. حنا اليوم غنشوفوا في هذا التمرين هذا كيناقش لا سويت اريثميتيك، يعني متتاليه حسابيه. اريثميتيك هي حسابيه، متتاليه حسابيه. شفتوا في الضغط ديالكم بان المتتاليه الحسابيه كاين واحد العلاقه مهمه، شنو هي؟ هي يو ان بلس ان ايكال يو ان بلس ار. وشفتوا بان يو ان، لان يو ان ايكال ان يو اي بي لحد هذا اي بي زائد ان موان بي فاكتور ار. اش غادي نشوفو مزيان، ها جوج علاقات مهمين باش نشرحوهم. نعطيو شي مثال ديال متتاليه حسابيه، مثلا الحد هاد الحد الاول، الحد الاول مثلا هو خمسه، مثلا هو خمسه خمسه، والاساس هو ثلاثة. الحد الاول هو خمسة، الاساس هو ثلاثة، اذا ومتتالية حسابية. اذا شنو هي المتتالية؟ اذا خمسة زائد ثلاثة زائد ثلاثة اللي هي ثمانية، زائد ثلاثة 11، زائد ثلاثة 14، زائد ثلاثة 17، وهكذا. دابا هنا عندي متتالية مكونة بشحال ديال الحدود، كومبيان دي تيرم؟ 1 2 3 4 5. إذا هذي كتسمى إن سويت أريتميتيك اللي كتكون من خمسة ديال لي تيرم، خمسة ديال الحدود، الحد الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. هذا كنسميه الحد الأول، هو هذا بخوميييغ تيرم، هذا الحد الأول، وهذا الحد الأخير يعني دانييغ تيرم. ومن بين حد وحد شحال كنزيد؟ من خمسة من ثمانية شحال زيد؟ ثلاثة. من ثمانية من 11 زيد ثلاثة، من 11 من 14 زيد ثلاثة، ومن 14 من 17 زيد ثلاثة. هاد ثلاثة كتسمى الأساس، وهاد العلاقة هادي من من جاية؟ شوف معايا يو ان بلس ان ايكال يو ان بلس ار. باش نشوفو هاد يو ان، هادي نسميوها مثلا، هاد خمسة مثلا نسميها اي زيرو، اي زيرو الحد الاول، ها الحد الثاني، الحد الثالث، الحد الرابع، الحد الخامس. اذا هذه هي متتالية حسابية اي زيرو بلس اي ان بلس بليطو بلس اي دو بلس اي تخوا بلس اي كاتر. اذا هذه هي يو ان
وداتالي حسابيه ان سويت اريثميتيك تيل كو ان ايغال اي 0 بلس اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 بلس اي 4. عندنا خمسه ديال الحدود. هنا الحد الاول شكون هو؟ هو اي 0 اللي كيساوي 5. هذا هو الحد الاول هو اي 0 اللي كيساوي 5. والحد الاخير هو اي 4 اللي كيساوي 10. مزيان. اذا دابا علاش شفنا هاد اي ان بلس 1 ايغال اي ان بلس 1؟ اش كيعني؟ يعني اذا كان هاد ان، هاد ان هذا هو 0. اذا شكون هو اي ان بلس 1؟ يعني هو اي 0 بلس 1 و اي 1، يعني هو اي 1. هاد اي 1 شنو كيساوي؟ اي اللي قبل منه زائد الاساس. ها هو 8 كتساوي 5 زائد 3. 11 كتساوي شنو؟ اللي قبل منا زائد الاساس. ها 8 زائد 3. شوفوا شوفوا اي 3 اللي هي 14 اش كتساوي؟ 11 اللي قبل منا زائد 3. مزيان. اذا هاد العلاقه اللي باينه، اذا العلاقه هذه فين كتنفعني؟ كتنفعني ملي كنبغي نعرف الطبيعه ديال المتتاليه، نبغي نعرف لا ناتيور ديال ان سويت، واش واش حسابيه ولا لا. كيفاش كنعرفها؟ الا كان اي حد كيساوي اللي قبل منه زائد الاساس فهي متتاليه حسابيه. وكاين يو ان كيساوي يو بي بلس ان موان بي ار. هذا اش كيعني؟ خذ انا اي حد، انايا خذ اي حد، شنو كيساوي؟ الحد الاول زائد هاد يعني لانديز ديال الحد الاخر ناقص الاول في الاساس. مثال مثال مثلا هاد اي 3، اي 3 هادي بغينا نحسبوا اش كتساوي. كتساوي اي 3 الحد الاول، شكون الحد الاول؟ هو 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 اي 0 هي 5، هي 5 عاصمه كذا هي اي 0 زائد هاد ان، شكون هاد ان؟ هو اللي كاين هنا هي 3، 3 ناقص بي، شكون بي هنا؟ هو 0 في ار. يعني اش كيساوي؟ شكون شكون اي 0؟ هي 5 زائد 3 ناقص 0 هي 3 في ار، ار هي 3 في 3 اللي هي 5 زائد 9 اللي كتساوي شحال؟ 14. هانتوما شوفوا معايا اي 3 هي 14 بنفس الطريقه. اذا هاد القاعده هذه مهمه بزاف، كتساعدني نحسب لي تيرم، يعني اي حد عطاه ليا كنقدر نحسبه. وهو الشيء اللي جا في السؤال الاول. شوف معايا السؤال الاول، سوا لا سويت يو ان اي سويت اريثميتيك دو ريزون ار اون دون اي 5 ايغال 8، عطاني اي 5 وعطاني الاساس، عطاني لا ريزون ار ايغال 3. واش طلب مني؟ كالكولي كالكولي يو 1 يو 20 يو 100. يعني يعني اعطاني اعطاني حد واحد لهذا الحدود كاملين، اعطاني هو غير واحد، حد واحد، وعطاني الاساس وطلب مني نحسب اي اي 1 اي 20 اي 100. نزيد نبسط مزيان هذا السؤال. مثلا انا عندي عندي اي 1 زائد اي 2 زائد يعني نبقى غادي تن اي 5 زائد نوصل اي 20 زائد تن اي 100. السؤال اللي مطلوب مني نحسب شحال كتساوي اي 1، شحال كتساوي اي 20، وشحال كتساوي اي 100. و 8 شنو عطيني؟ عطاني اي 5 اللي كتساوي 8، وقال لي الاساس هو الاساس هو 3. يعني ملي كنزيد من اي 1 اي 2 شحال كنزيد؟ كنزيد بالاساس ب 3. يعني هاد اي 5 اللي كانت 8 شحال شحال اي 6؟ كتزيد 3 اي 6 تكون هي شحال؟ تكون هي 11. وشحال اي 4 اي 4؟
Et 4 égale à 5. Le premier, on a I 20. I 20 est très loin. Ou I 100 est très loin. Je ne sais pas si je vais faire ça. 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 إذن غادي نكتبو بويسكو إي إن إتي سويت أريتميتيك إي إن إتي سويت أريتميتيك دونك هاد العلاقة هادي هي U N إيكال U P بليس N موان P R إذن أنا شنو خصني أنا خصني إي واحد ألوغ U N شنو كتساوي U N شنو كتساوي الحد U P إذن اي واحد كتساوي اي بي مثلا نسميها هي اي خمسة ولا العكس مثلا انا عندي اي خمسة شنو كتساوي هي اي بي اللي هو اي واحد الحد الاول زائد شنو ان موان بي يعني هاد 5 موان 1 5 موان 1 fois R la raison voilà U5 عندي هي 8 يعني بحال عندي 8 8 إيكال U1 نقلب عليها plus 5 moins 1 c'est 4 4 fois la raison اللي هو 3 c'est à dire 8 إيكال U1 fois 12 c'est à dire U1 إيكال 12 plus 12 attends, 8 moins 12 8 moins 12 égale moins 4 alors U1 égale moins 4 U1 est moins 4 je vais chauffer U20 Alors, U20 العلاقة اللي عندي هي نكتبها هنايا UN égale premier terme plus M1P R Alors, U20 égale le premier terme اللي هو U1 plus N-P 20 moins 1 fois R fois 3 alors égal U1 on a eu moins 4 plus 20 moins 1 c'est 19 fois 3 égal moins 4 plus 3 fois 9 27 3 fois 1 3 alors 3 fois 1 3 plus 2 6 5 Alors, moins 4 plus 57 égale 53. Alors, U20 égale 53. De la chauffe, il sort. De la même façon, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de هذيك الساعات كيمكن ليا بهاد العلاقة هذه نحسب أي حاجة عقلية يعني أي طعم كيعطيك كنحسبهم ألوغ إيسون إيكال ألوغ بما العلاقة هذه الحد الأول اللي هو U1 بليس N موان P 100 موان Z يعني 100 موان Z فوا R فوا 3
égal U moins 1 c'est moins 4, U1 c'est moins 4, plus 99 fois 3 égale moins 4 plus 3 fois 9, 27. 3 fois 9, 27 plus 2, c'est 29. Alors, égale. Alors, 283. إذا دابا شنو كنستافدو هنايا؟ ملي يكون عندي شي منتديه حسابية عند الحد الأول وعند الحد الآخر وكنعرف الأساس لا غيزون، إذا في هاد الحالة هادي كيمكن ليا نحسب أي حد كيعطي ليا التبنين كيمكن ليا نحسبو انطلاقا من هاد العلاقة هادي اللي مهمة. بقاو لينا السؤال جوج وثلاثة، فنوقف هنا نشوفو أسفل الفيديو باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف باش ما يوقعش الملل، يعني هبط شويه تحت الفيديو وعاد تلقى تما الرابط ديال هاد الكماله ديال هاد التمرين هذا. السلام عليكم.